كما تعرفوا الكراسي أنواع. كرسي القهوة اللي تعربن عليه قبل بساعتين نهار ماتش ديربي سخون، والكرسي اللي تخرج نهار الاثنين من الفجيري على خاطره باش توصل مرتاح، والكرسي اللي تقوم باش تخلي الحاجة تقعد ما وتعرف هذوكم البركة، والكرسي اللي خايخ وكل أقشة منه شاهد على برشا حكايات، كرسي المسجد في صبحية نهار حد دافية مولي ومفتور نحول، وبعد تعسيلة القايلة وكويس التاي سخون تتعدى تستنى بلاستيك في كرسي الحجام. هذاك كرسي عم محمد كبير الحومة ينصبه قدام باب الدار كي تبرد العشية، حسيله كل كرسي وحكاياته وكل كرسي والوقت اللي تعديه معاه، فما لدقيقة وفما لدرج وفما لخمس سنين، اي نعم خمس سنين لهم عام ولهم عامين.